مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في المنزل ديال هشام اللي عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. هشام اللي تحرقت ليه الدار ونقد ولده والزوجة ديالو تلاحت من الدوزيام وعاشت الحمد لله. مشاهدينا الكرام، 17 اليوم على الواقعة، غادي نشوف شنو تغير، شنو الجديد، كيفاش الوضع الصحي ديالو. تبعوا معايا. هشام مرة أخرى نقول لك على سلامتك وعواشر مبروكة. عاود لي هشام، هاد 17 يوم كيفاش أنت، كيفاش عايشة، كيفاش عايشين، كيفاش دايزة الأمور؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام. صراحة هاد 17 يوم صراحة دوزنا صعيبة شوية بزاف، من ناحية ما كاينش الباب، كيفاش بنادم في الليل فايق، ما كاينش السراجم، بقى ريحة الدخان في الدار، واحد الحالة لا إله إلا الله صراحة. وما نكذبش لك اخويا، ما نكذبش لك صراحة، عشان بعض الدري ملي كتوصل ليه الليل كيخاف ليا، كيف قايف كي يقول لك عاوتاني غتشعل العافية، عاوتاني غت، ما بقاش باغي يحمل، ما بقاش حامل هاد البلاصة هاد. وهادشي اللي غنقول لك اخ يوسف. عيطوا لك الناس من بعد الفيديو، الناس الجالية المغربية الله يرحم ليهم الوالدين، تيسولوا عليك. عاود ليا عشان ما كنساش الناس اللي في الجالية اللي في الجالية لبرا، هما اللي تعاونوا معايا صراحة. واخا الناس قلال الله يكثر خيرهم، اللهم لك الحمد. بعدا كنياش، بعدا كنياش كاريت واحد شوية، كنت احسن من والو، عشان المدخول ديالي انا صراحة كنخدم مع نهاري، انا حمال، انا يعني رايح شغل نهار كتبان فيه، ماشي من ذاك النوع اللي عندي واحد الراتب شهرية ولا كذا، يعني نقدر نريح يومين كتبان فيه العلامة. الوضع الصحي ديالك دابا كيداير هشام؟ اللهم لك الحمد، بقى لي رجلي وجهي باقي فيه الكماش، سمعتيني، باقي فيه الكموش وباقي كيعطيني الحريق. لا راه حسن ما نكذبش لك اخي، كنت كنمشي كنتعالج، واخا كيعطيوني روندي في المره الجايه كنبقى نفكر فيه، ما كان ديك الورقه ديال الدواء تيمن ديالها شويه قاصح صراحه. كاين واحد السيد مره كيتعاون معايا كيجيبهم ليا من واحد شي صيدليه، هو اللي كيتكلف فيه. وما نكذبش لك اخي، قلت مضرورين واحد الدره لا اله الا الله، مول فين هاد الوجبه هادي، هاد الوجبة ديال العيد، الوالدة كتحرك كدير حاجة، أنا كندير حاجة، خويا كيدير حاجة، وكنجمعو هاديك الرزق اللي قسم الله هي باش كنقومو بالواجب ديال العيد. أما دابا راه مكاين والو خويا، الوالدة مركشي الحالة ديالها، أنا ركشي الحالة ديالي، يعني رايحش غير نهار، مكاينش اللي يدخل عليا شي خبزة. ومنكذبش عليك أخويا، دابا محيتك العيد، محيتك المرض، محيتك هاد الحالة اللي فيها، محيتك مول الدار اللي باغي السكنة ديالو، باغي من ورا العيد في أقرب وقت باغيها، ما حيتش تفكر حتى شي حاجه ولا اله الا الله تي لانقولها اخي. الله يسر لك يا ربي، الله يسر لك يا ربي، والحمد لله على سلامتك كما كان الحال. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا كما عودناكم دائما تتبع الملفات لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع. عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديال بطل هشام والزوجه ديالو والام ديالو كذلك. مشاهدينا الكرام، الوضع بعد 17 يوم من الواقعة، هذا هو الوضع ديال هشام، لا زال الوضع على ما هو عليه، باستثناء عدد من المغاربة في المغرب وخارج المغرب اللي ساعدهم في أمور اللي قدرت تنقدهم في الأول. والآن احنا مقبلين على العيد، كلام واضح، الجو ديال العيد ما كاينش في هاد الدار، بزاف ديال الظروف الوقائع كعرفوها المغاربة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف ديال هشام وسوف نوفيكم دائما بالجديد. مرة أخرى غادي نوضع رقم الهاتف ديالو، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الموضوع كذلك مع الزوجة، تبعوا معايا.